هل زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب من القرب وعمل يثاب به الإنسان؟ زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة فيه نعم عبادة وقربة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر إلا لأحد ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. السفر إلى هذه الثلاثة لقصد الصلاة فيها عبادة يؤجر عليها الإنسان. نعم.